احتمال الصالة هذه أو بداية العمل فيها، ربما أنتم عندكم معلومة، يعني وراء السيد سيمون وجهاز تقريبا تنمية وتطوير مراكز الإدارية. أنا لم أتدخل ولم أتدخل في هذه الأمانة بصدق تبارك الله فيك. أنا متتبع لتجاوب الأستاذ تهيبة يعني بأمانة، ومجهودات السيد ساسي وراه حتى الشركات الله يحبوا انهم زي ما تفضلتوا تشكروا الشركات الوطنيه، كان يبدو غضبه انهم يعني يبوا يكملوا مستخلصات وياخذوا مالا والى اخره من هذه الاشياء كلهم، ولكن هذا الشيء بالنسبه لصالح الان كان السيد ساسي لا شك في ذلك، ونحن لم نقوم باي دور فيه. أن يتصل بي سيد ساسي وأن يتصل بي الأخوة في الجهاز وبدأوا يشتغلون بأمانة بأمانة، ونشكر السيد سيف على هذه الفكرة. سيف على الله لي ولكم التوفيق يا عمينا، ولكم كل الشكر.